السلام عليكم. كمان مرة معكم إبراهيم من فلسطين. جيت على المستشفى السويدي، طبعا رغد ساعدتني كثير في من اول لحظه لليوم. اليوم جيت بعد زراعه حوالي شهر، جيت اخذ ابر البي ار بي لازمه، قمه في الروعه، قمه في الترتيب، كل شيء تمام. بنصح كل واحد حابب يجرب يعني ينتهز الفرصه عن جد، ورغد بتساعد يعني عن جد، الله يسعدها يا رب. شكرا.